حبيباتي، نتمنى تكونوا على خير وبخير خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد. طبيعة الحال كاين حب الازواج، كاين حب الوالدين، كاين حب الخوت، كاين الحب ديال العائله. يعني هادشي الحب ما كيختصرش غير على الازواج ولا الفالنتاين، الحب خصو يكون ديما. والهدايا راه كتعطى للناس اللي عزاز، وكتعبر على الحب ديالك اليوم والشكر ديالك اليوم. اكيد بزاف منكم كتحير شنو تاخذ هديه لرجلها ولا خوها ولا الوالد ديالها. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نعطيكم افكار هدايا للرجال اللي غتقدروا تاخذوها بكل سهوله، وشي حاجه اللي مفركسه بطبيعه الحال وغزاله. يلا البنات، كاينه لاكوست، كاينه رالف لورين، كاين هاد البولو كيجيو هكا بالكوطون. لاكوست راهو معروفين ويصلحو يتعطاو كادو. كواليتي زوينه، شوفوا اللوينات، كاين هاد اللوين زوين بلوج. كاين هاد السيرفيس ديال رالف لورين كيفاش كيجيو حتى هما بالقطن، فيهم البلو مارين، فيهم النوار. وكاينين هاد تيشيرتس بولو كيجيو هكذا، حتى هما اللوينات ديالهم زوينين. انا كتعجبني رالف لورين، ديزاين ديالها زوين والكواليتي ديالها مجهده، يعني كيصبروا مده طويله. شوفوا هذا اللون كيفاش داير في الكري. فوالا، كاين هاد تريكوات كيجيو هكا بالكول، فيهم سنيسله ديال البولو، اللوينات ديالهم زوينين رجاليين. شوفوا كيفاش دايرين، ديزاين ديالهم شيك، كيجيو كلاس في اللبسه. كاين فيها الوايت هنا، وكاين هذا. كاين هاد ليبوت ديال تيمبرلاند، هادو معروفين حتى هما، تيجيو زوينين في اللبسه للرجال، غزالين. شوفوا البلو مارين ديالها، وعلى هاد اللون كاع اللي معروف بزاف عندهم، يصلحو يتعطاو كادو. تا هما كاليتي زوينه وكيتستعملوه ديما. فوالا البنات، بغيت نوريكم هاد لي كوفري ديال البينوارات الحمام، تا هما ممكن انهم يتعطاو كادو للرجال. فكره زوينه انك تعطي بينوار الحمام بهذا الشكل هذا. شوفوا كاين فيه الغوج والبلو مارين، الموديلات ديالهم زوينين، فيهم شكل ونواع كل براند والكاليتي ديالها والثمن ديالها، ولكن زوينين. يعني كي تصلح يتعطاو كادو طبيعه الحال. هانتوما غزالين، شوفوا هذا الستيل كيفاش داير، فنين. بالنسبه للازواج، ما تحشموش انكم تعطيو بوكسرز لرجالاتكم بهذا الشكل هذا، كيرتاحوا فيهم، الستيلات ديالهم زوينين. كالفين كلاين راها معروفه في الاندروير، يعني الكواليتي ديالها زوينه. شوفوا اللوينات، و100% كوتون. فوالا، غزالين غزالين، طوب طوب. هادو يتصلحوا يتعطاو الكادو، فنين. كاينين الات الحلاقه، حتى هي فكره زوينه، تكون الجوده ديالها ممتازه. ما نساوش المنتوجات العنايه بالبشره للرجال، كاين هاد لامارك كيلز، فيها الغسول هكا منظف للبشره. الرجال راهم كيخدموا النهار كامل وكاين الغبره عليهم بزاف الحوايج، يعني ما فيها باس يتهلاو في راسهم وينقوا البشره ديالهم. فوالا، كاينين لي ماسك حتى هما، هادو ديال التنظيف العميق من كيلز، راه معروفه. فوالا، كاين البشره المختلطه، البشره الجافه، الدهنيه. فوالا، وكاين هاد لامارك هنا معروفه في امريكا، حتى هي فيها السيروم خاص الوجه هكا اللي كيكون مختلط الى جاف. كاين نيتويو، كاين القماج، هانتوما غزالين، الكواليتي ديالهم زوينه.
بحال الكوفخي فيه منتوجات خاصة بالحمام، هكا كريم، شاور جيل، سبراي. بالنسبة لهاد لي بارفان مجرباهم غزالين، كاين سبايس بومب، فيكتور اندروف، فوالا يجي كوفخي هكدا. كاين رالف لورين حتى هي فن، هادي سميتها رايف كلوب، ريحتها كتجي هكا فيها شوية ديال العود، شوية فريش. كاين دولشينت غابانا حتى هي معروفة كينغ، ريحتها زوينة بزاف. كاين هاد البزيطمات كيجيو ديال الجلد، الجلد ديالهم تبارك الله كواليتي زوينة وتقالين، هذا كاينين فيهم بزاف ديال الماركات، ممكن يتعطاو كادو. كاينه دولشينت غابانا اللايت بلو، هذه كتجي فريش شويه فروتي، يعني صالحه للصيف والربيع، البارفان ديالها خفيفه ولكن زوينه. وكاينه جو مالون، هاد لا مارك البنات غاليه في لي بارفان الصراحه، شويه غاليه ولكن كتستاهل، روايحهم فواحين فواحين لواحد الدرجه ما نقدرش نوصف لكم. ريحتهم غزاله كتحمق. ها انتم كاينين فيها لي كوفري، فيهم شميعات، اللوشان، الاودو بارفان، السبراي، فيها بزاف الاختيارات. وكاين اللي فيها يونيسكس، يعني كتستعملوا للمراه والراجل. وكاينه هذه كتحمقني، هذه خاصه ديال لي فام، يلا خرجتها سميتها سكارليت، فن ريحتها هي اللي حمقتني في الروايح ديال جمالون كاملين. فوالا المهم شويه غاليين ولكن راه شي حاجه توب توب. قدرت نختار منهم جوج الرجال، كاينه هذه سميتها سيلفر اند لافندر، هذه فيها الخزامه كتجي شويه فريش وريحتها فنه فنه. وكاينه هذه اللي معروفه يونيسكس سميتها ميردي تونكا، كتجي غورمو سويت يعني سكري شويه، ولكن كتصلح تستعمل حتى الرجال حيت شويه قاصحه. ولكن هاد المكانات ديال طومي كيجيو سامبل سبور كلاس، شوفو الستيل ديالهم زويون، المهم الثمن تا هو مناسب. فوالا كاين هذا في السيلفر، فيه البلو مارين في الباك جراوند، فوالا زوينين. كاينين هادو ديال مايكل كورس اللي تبارك الله ديما ديما كنصيفط منهم المغرب، شوفوا كيفاش دايرين غزالين. هادو يونيسكس ولكن فيهم ديال الرجال. كاينه هذيك هذه اللي كتجي فيها الجولد مات، وهذه السيلفر والباك جراوند ديالها بلاك. طوب البنات فنين وتخي تخي كلاس. الفالنتين الاغلبيه كيحتفلوا به الازواج، انا غادي نعطيكم هكا افكار بسيطه لهدايا الرجال، حيت عارفه انا النساء تبارك الله موجودين الاختيارات عندهم، يعني ما نخافوش على راسنا نقدروا حنا نختاروا الكادو راسنا ماشي مشكل. ولكن ملي كتجي تختاري للزوج ديالك يعني كتحيري، يعني كتبغي تخرجي شويه على المعتاد وكتبغي تاخدي شي حاجه متميزه. في ظل هاد الرومانسيه كنهدي هاد الورود لجميع المتتبعات ديالي، وغادي نوريكم شي حوايج هنا خاصين بالرجال. هنا مايكل كورس وطومي. نبداو بمايكل كورس، كاين هاد انصامبل البيجاما كيجي هكا ديال كوتون كوبخي، كيجي زوين في اللبسه كواليتي واعره. وكاين هاد الواتش، شوفوا كيفاش كتجي، فوالا البنات هذه ديال الرجال، كيجي فيها الجولد مات، فيها النواق وفيها السيلفر، فوالا غزاله فنه. شوفوا كيفاش دايره، فوالا البنات كيفاش كتجي. باش عجبتني انها ميكس يعني ما بين السيلفر والجولد، الجولد ديالها مات وكتجي متميزه. فوالا شوفوا كيفاش دايره، الثمن ديالها المهم في المتناول.
الشاي. ما شاء الله فنة فنة فنة. وبالنسبة لطومي كاين هاد كوفري يجي فيه بيجاما انصومبل الغوج والبلو مارين، حتى هو ديال الكوتون. هاد البيجامات كيرتاحوا فيهم الرجال بزاف في الدار. كاين هاد البوكسرز ديال كالفين كلاين ديال الكوتون، هذا كيفاش كيجيو. وغنوريكم هاد البسطام ديال طومي كيجي بهذا الشكل هذا. شوفوا الباكاجين كيجي ديال الجلد المقرى، الكاليتي زوينه بزاف، الجلد ديالهم غزال وكيصبر. انه يتعطى كادو، يعني فكره زوينه. بغيت نوريكم هاد البراند اللي معروفه هنا في امريكا سميتها انفيكتا. هذه الماكن ديالها ما شاء الله زوينين، كاليتي غزاله، الفينيسيو الديزاين زوين. دونك انا نوريكم وحده فيهم تشوفوا كيفاش كتجي. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي، الباطا ديالها مخدومه بالساتان. الكارونتي ديالها هانتوما شوف، وثقيله ثقيله تبارك الله. شوفوا كيفاش دايره، كتجي بالسيلفر والبلاك. هانتوما شوفوا الفينيسيو غزال، شوفوا الديتاي فنه. يعني شي حاجه كتحمر الوجه رجالية بامتياز. وكتجي معاها هادو اللي كينقيو سبراي، هذا كتنقي به السيلفر ديال المكانة، يعني مرة باش تبقى محافظة للماء ديالها. وكاين البراش، كادو غزال. يعني بغيتي تعطيه لخوك ولا الزوج ديالك ولا هكا، يعني خطير فن. كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش باللي رجال ممكن اقل حاجه انها تفرحهم. وكنتمنى لكم السعاده والحب في حياتكم كامله، وما تنساوش المشاركه في القناه وتخليوا لي التعليقات ديالكم. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. يلا سلامه.